إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لكل متابعي قناة زوجنا أبو علي، حياكم الله جميعا. أتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير، في تمام الصحة والعافية، والقطعان ديالكم كذلك يكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله تعالى. إخوان، اليوم وكما هو معروف أن دائما في هذه الوقيتة هذه بالضبط تنعاني من الكثير من المشاكل، ولكن في الفترة بالضبط تنعانيو من المشكل ديال الحشرات اللي تعرق بالدجاج. من هذه الحشرات اللي هي البرغوث، تتكثر بزاف في هذه الوقيته هذه، في الفتره هذه بالضبط. اذا اغلب الاخوه عانوا من هذه الحشره هذه، خصوصا البرغوث. القميله عندها العلاج ديالها ساهل، غير تتمشي، ولكن البرغوث مشكله. علاش؟ لحقاش هو تيتكاثر بكثره بزاف، والمشكل انه اللي عنده التراب تيدخل في التراب، وتيبيض تما، تيبيض في الطائر، تيكون مع اللاصق في الطائر هنايا، تيبيض هو لاصق، تيطيح البيض ديالو في التراب، البيض ديالو تيفقس في التراب، تعاود يخرج عاوتاني وتيتكاثر. المشكل فين كاين؟ ان الاخوه تيعالجوا الطائر، تيعطيو الدواء مثلا، كاين ادويه اللي تتشرب، كاين ادويه اللي غير تترش، وكاين ادويه اللي تكون غبره بودر تترشها الارض، كاين بزاف ديال الادويه، هادو كلها جربناها، ولكن تتبقى مسألة ديال الطريقة ديال الاستعمال ديال هاد الأدوية هادي. طريقة ديال الاستعمال شنو هي؟ غادي نعطيكم غير كيفاش تيتكاثر هاد الحشرة، كيفاش التكاثر ديال البرغوث، كيفاش التكاثر. تتلصق في الطائر هنا، هنايا ولا في الشحمة ديال الودن هنايا ولا في الدلايات ديالو، تتلصق فيه. هادو هما الأماكن اللي تتمشي ليهم دائما. فهنا تيبيض، تيتكاثر، تيتغدى على الدم ديال الطير، تيتكاثر، تيبيض، تيتلاح، البيض ديالو تيطيح في التراب، هو راه لاصق، البيض ديالو تيطيح في التراب، تيفقس داك البيض، تيعاود يخرج برغوث، تيطلع عاوتاني، والدورة ديالو هي غادا هكاك. حنا شنو نديرو فاش نبغيو نعالجو؟ تنعالجو الطير، تنرشو الدواء على الطير، البيض راه مازال في الأرض، مازال ما فقس، ولا تنرشو مثلا الدواء هنايا، ولا تنعطيو مثلا واحد الدواء تيتشرب، مرة وحدة صافي تنقولو صافي راه تخلصنا منه، ولا تنعطيو للطير. دير لي الدواء ديالو واحد 3 ايام ولا 4 ايام، حتى 4 ايام، وانا تنفضل تكون واحد 5 ايام متابعه. الا كنا ترشوه على الارض ما تنقيسوش الطير، واحد 4 ايام متابعه ولا 5 ايام باش يموت، حتى داك البيض ملي تيخرج تيموت. يعني ديما تنخلي واحد النهار ورش نهار الاخر. هذا اللي كنستعمل الادويه اللي تترش، الا كنستعمل الادويه اللي تتشرب تنرشو اليوم، الغد لي تنحاول نرش الارض بالمبيد، ولكن ما يكونش معها الطير. حذاري ثم حذاري، المبيد ضروري تكون دير واحد الكمامه على وجهكم واللي قالت ضروري، وتختار الوقت اللي غترشو فيه المبيد. ترشو، تعطيو الدواء اللي تشرب، وغد ليه تترشو الارض بالمبيد وتعزلو الطير. هذاك البيض ديال هذاك الطير، هذاك البرغوث تيطيح من الطير، مجرد تشرب داك الدواء هو تيشربو، الطير تيتسمم، هذاك عفوا الحشره تتسمم وتطيح. هنا ما تبقاش تكاثر، يعني البيض ديالها واخا يفقص يلقى الدواء عاوتاني تيعاود يموت. لكن غادي نشربوه ليه عفوا، يعني غادي نشربوه ليه واحد نهار اليوم، تدوز واحد الاسبوع تنرشو تنشربوه ليه عاوتاني، وسير واحد الاسبوع. لاخاطش كاين واحد الدواء اللي هو دواء معروف صراحة، معروف عند المربيين، اسمحوا لي ما غاديش نذكر الاسم ديالو، اللي بغى الاسم ديالو غادي نقولوا ليه في التعليق ان شاء الله، ولا لا سولني شويه وغنخلي لي الرقم ديال التليفون ديالي باش ما نديروش اشارات لشي واحد. الدواء هذا راه ممتاز وعن تجربه جربنا. انا جبت واحد الخنشه ديال الدواء غنحاول نوريها لكم ان شاء الله، بقاو معايا. رجعنا لكم مره اخرى يا اخوان الكرام، هذا هو الدواء اللي قلت لكم اللي خديت. هذا 5 كيلو، 5 كيلو دايره 75 درهم في بلاصتها، شي حاجه بروميير مزيانه. الدواء هذا كي تيقول لي ديال القنفود، معروف تيديروا النمل، تيديروا تيبيعوه بالرابعات في الاسواق الاسبوعيه. حنا جبنا 5 كيلو ب 75 درهم، يعني تيطيح رخيص. وشريت شحال من ربع؟ 100 درهم، 120 درهم الخنشه. انا مشيت لبلاصه جبتو ب 100 درهم، جبتو ب 75 درهم، ولكن شي حاجه بريمير مزيانه. هاد الدواء اش غندير؟ غنهزو كنشوف ما تعرف دابا غبره، نفس اللي قال ديري، ندير الكمامه ديالي ياك، ندخل هنايا غادي نرش.
هنرشها البلاصه هذه كامله ان شاء الله باذن الله تعالى. شيا هاد البلاصه كامله غادي نرشها. كان هنا البرغوت عالج شويه لله الحمد، ولكن غادي نعاود، غادي نعاود قبل ما ندخل ليه الطير. شيء هنا غادي نعالج ان شاء الله باذن الله تعالى. غادي نرش هاد الدواء هاد المبيد، هاد الغبره هادي نرشها هنا مزيان، نرشها في بلاصتها ما نخلي حتى شي حاجه، وندير فوق منها واحد شويه ديال التبن راه واجبته نضربو، ونخلي واحد النهار عاد ديك الساعه نجيب الفلالس اللي هنا نجيبو. فلاس راه كبار تبارك الله، ما يحتاج لا سخونيه لا والو، غادي نطلقو هنا. اذا اخواني الكرام بقاو معنا نتبعو المراحل كامله، نرش ونوريكم كيفاش درت لها ان شاء الله. لكن حذاري ثم حذاري انك ترش الدواء وتجيب الطير تجيبو تحطو مع فوق من هذا الشيء، هذا خصو يدوز على الاقل واحد النهار باش ما يتسممش. رجعنا لكم مره اخرى اخواني الكرام، يعني المرحله الثانيه هي هذيك. رشينا واحد الفرشه خفيفه، ماشي غنغلطوها بزاف، انما فرشه خفيفه ديال التبن من فوق هذاك الدواء اللي كنا رشيناه، ومن بعد كنا رجرينا شي شويه خبشنا الارض غير من الفوق. دابا جات المرحله ديال الرشان ديال التبن. حنا رشينا واحد الفرشه خفيفه خصوصا البلاصه اللي تبيت فيها، انتم كتشوفوا هنايا، هنا فين تيكثروا الفضلات ديالو والوسخ ديالو. الماكله ها هي بعيده على البلاصه اللي تبيت فيها، غتكون شرابه وكاله اخرى بحال هذه هنايا ان شاء الله طويله. هنا غندير شرابه، هنا شرابه، غندير شرابه اللي فيه هذوك الغرار بزاف تسمو الشرابه ديال التفاحه ولا ديال الزلافه، غادي يكون بالاضافه ايضا للشرابات الاخرين. ولكن هاد الشرابات هادو واحد النصيحه اخواني الكرام، بالنسبه للشرابه اللي تشرب فيها دائما رسميه بلا ما دير فيها الدواء، هادي دير فيها غير الماء، خليها غير الماء. اما الدواء غدير شرابه اللي هي دائما خاصه غير بالدواء، ملي غسالي بها تغسلها وتهيدها عليك. اذا دابا بقى لنا غير نصبر واحد شويه، واحد النهار ولا بما يطيح هاد الدواء هذا ويبرد شي شويه مده البرغوت، ونقرو ان شاء الله الفلوس ديالنا ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا اخواني الكرام بقاو معنا لديك المرحله ان شاء الله، ونتلاقاو في حلقه جديده باذن الله تعالى. كانت هذه هي الحلقه ديالنا ديال اليوم اللي وريناكم فيها الطريقه ديال الرشان ديال الدواء، وكيفاش تستعمل الادويه او المبيدات ديال الحشرات اللي تلصق في الدجاج، اللي تشكل خطر على الدجاج، اللي هو معروف انه يطيح المناعه ديالها و تسبب لها عده مشاكل، منها قله الانتاج ديال البيض. اذا اخواني الكرام قضينا ديال المسالات، نتمنى ان شاء الله انها تكون في مفيده المتناول ديالكم. شكرا على حسن المشاهده والمتابعه، وتبارك الله عليكم، ولا تنسى من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.